قبل ما نسيب الدوري الانجليزي برضو وجود كريستيانو رونالدو في الـ في الـ في الليله دي من ضمن المفاجآت اللي انا نسيت اقولها خسارته من ويست هام خساره مانشستر يونايتد من ويست هام 1-0 شفنا حتى ركله الجزاء اللي ضيعها برونو فرنانديز واستفزازات حارس المرمى بتاع ويست هام هو عبقري في المايند جيمز بتاعه البنالتيز دي عبقري برونو فرنانديز ضيع الكوره وضيع على نفسه فرصه ان هو يحتل قمه صداره هدافين الدوري مشاركه مع محمد صلاح بس فكره ان كريستيانو رونالدو يعني خلاص انضم مؤخرا لمقاتلي الدوري الانجليزي مجرد وجوده انعكاسات ده على محمد صلاح ايه؟ عاد مره اخرى تسخين محمد صلاح عاد مره اخرى الى الدوري الانجليزي بقوه تهديفيه اكبر بكتير من اللي كان موجود عليها قبل كده وبقيمه تسويقيه اعلى بكتير من اللي كان موجود عليها قبل كده مع انضمام لوكاكو لتشيلسي مع وجود هاري كين في توتنهام طبعا ده بيدفع محمد صلاح احنا شايفين محمد صلاح دلوقتي على الرغم من وجود كل الاسامي دي هو متصدر هدافين الدوري عنهم طبعا محمد صلاح مميز جدا في حته المينتاليتي في حته العقليه ممكن تختلف معاه شخصيا بره الملعب ممكن تختلف معاه شخصيا لايف ستايل تعامل مش تعامل الكلام اللي هو السوشيال ميديا بيتكلم عنه ده ولكن عقليه داخل الملعب محمد صلاح لا يعلى عليه بنشوف وجود كريستيانو رونالدو بنشوف هاري كين بنشوف لوكاكو بنشوف عدد من المهاجمين المميزين في العالم واللي بيحتلوا قمه الترتيب حتى مع منتخباتهم نشوف محمد صلاح المصري ابن نجريج بيتفوق عليهم تهديفيا ومشاركه في الاهداف ده منتاليتي دي رغبه وجود كريستيانو رونالدو تحديدا رجوعا لسؤالك وجود كريستيانو رونالدو تحديدا هو حافز لكل هدافين الدوري الانجليزي ان هم يبذلوا جهد اكبر من اللي كانوا بيعملوه طبعاً. عشان يتنافسوا مجرد ان انت تتحط في منافسه مع كريستيانو رونالدو طبعاً. ده بيزيد من اسهمك وبيزيد من قيمتك التسويقيه شفنا العلاقه ما بين ميسي ورونالدو طوال 10 سنين في الدوري الاسباني عملت ايه في القيمه التسويقيه بتاعه الاثنين وعملت ايه في القيمه التسويقيه بتاعه انديتهم وبتاعه الدوري الاسباني كانت علاقه تنافسيه شرسه جدا ده حقيقي.